لعب في الاهلي ولعب في الزمالك. حابه اتكلم دلوقتي في نقطه يعني فكرتني شويه بصالح جمعه. وجهه نظر صالح جمعه في ان هو دلوقتي انا في الاهلي انا مش عايز اروح في نادي تاني في الدوري المحلي. صالح جمعة؟ صالح جمعة عايز يروح نادي الزمالك، دي معلومه واضحة يعني، هي واضحة. صالح جمعة خلاص الحاجات اللي كان بيعملها مستخبية قبل كده بقى بيعملها دلوقتي ظاهرة، يعني أنا عايز أمشي، يعني أنا بزهق النادي عشان أمشي بس. بس هو مش محتاج يزهق حد لان ريني فايلر ما عندوش مشكله خالص ان لا، ما هو ريني فايلر قرار مش قراره لوحده، في حاجات اداريه، في حاجات تخص النادي، في منافسه، يعني حتى في منافسه على مستوى الصفقات ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ما بين جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. السوشيال ميديا دلوقتي بقت مولعه الدنيا، فبالتالي لو مشي من النادي الاهلي وراح نادي الزمالك حتى لو تالق اسبوع ولا اسبوعين هتلاقي هجوم قوي جدا على مجلس اداره النادي الاهلي. فالنادي الاهلي لما يجي يفكر في يعني في ان هو يسيب لعيب زي صالح جمعه بالقيمه الكبيره دي اكيد هيفكر كذا مره قبل ما يعمل كده، والا ايه اللي مخلي النادي الاهلي مستني على صالح؟ يعني صالح مش بيحاول يسوقه خارجيا اكتر عشان مش عايز يروح في حته في المحل. طب هو سواقه خارجيا زي ما اصلا ما بيلعبش، يعني هو غريب جدا، يعني هو حتى ما بيلعبش، لعيب يعني انا شايف انه من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر ومن احسن اللعيبه اللي شفتها عيني بتلعب كوره صالح جمعه. بقى يعني لكنه يعني مأثر في حق نفسه بشكل كبير جدا على الناحيه السلوكيه وعلى الناحيه النظاميه، لا يعني مأخر نفسه كتير جدا ومخلينا ما نتمتعش بلعيب عنده لمسات زي دي. كل سنين طويله جدا تشوفي لعيب بيوصل الكوره بسهوله وبيوصل لعيب بسهوله للجون من ايام كابتن وليد صلاح الدين وكابتن حازم امام في نادي الزمالك، ما شفتش حد بسهوله كده عنده سلاسه كده في الكوره، ولعيب سلس يعني لعيب مختلف. فبالتالي هو حرمنا وحرم نفسه من حاجات كتير، يعني لاعب يعني عنده شويه خلل كده في النظام والالتزام، ممكن الدنيا تتظبط معاه في نادي اخر ولا دي طبيعه؟ الطبع يغلب التطبع، يعني لو راح شويه ممكن التحدي التشالنج في اوله، الشكل الناس الجديد، شكل الجمهور الجديد، الشده بتاعت اول اسبوعين ثلاثه، وفي الاخر دايما الانسان بيرجع لطبعه يعني وهيرجع تاني بطبيعته. يمكن تقولي لي انه السلوك ده ممكن يناسب نادي تاني هيبقى عادي يعني، يمكن يعني تقصد ايه يا كابتن؟ ما اقصدش حاجه، يعني يمكن ان السلوك ده يناسب نادي تاني يبقى عادي بالنسبه لنادي تاني، يعني في مجالس ادارات او انديه مثلا ما يهمنيش لعيب بيعمل ايه بره الملعب، المهم هو جوه الملعب ايه، لكن النادي الاهلي مش ده. النادي الاهلي انت طول الوقت بتمثل النادي الاهلي بره الملعب جوه الملعب في اي مكان، طول ما انت عقدك ساري مع النادي الاهلي انت بتمثل النادي الاهلي. في انديه تانيه بتتعامل بشكل اوروبي يعني خلينا نقول انه بشكل اوروبي يعني عادي، اعمل اللي انت عايزه بره، اسهر اخرج اعمل، مش مهم، انا يهمني 90 دقيقه في الملعب. وده شويه بيبقى فكر الناس الاجانب يعني.